أنا بدي لرب العالمين يقدرني إنه ساعد أهلي وأخواتي على كل شيء، يعني على الحطب على المي على كل شيء، على حي الله شيء، لأنه عيشها بتأسي كثير. بابا أنا محروق قلبي أكتر شي، كان مشتهي بشرب كاسة شاي. أنا بابا من النوع اللي بحب الشاي كتير من قبل الثورة. ما لك يقول لك يا الله إن نتدبر مثلا شوية سكر وشوية شاي، لك ما يتدبر الحطب، وإن نتدبر الحطب ما بيتدبر الشاي والسكر، لك حتى المي صرنا نشتهيها مية البقية. يعني عن جد الزمن اللي وصلنا له كتير، يعني قاسي 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 كتير.